طب لو حد شايف انه كان في نار ولعه بس نزلت مطر او في رياح جت طفت النار دي، طيب ده طبعا حاساه لو... حلو ايه؟ حاساه حلو. يعني هي مش حلوه قوي يعني. طيب. بصي تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. يعني ايه؟ يعني لو انت النار دي مولعاها عشان تستفيدي منها تنوري حياتك او تعملي اكل او ايا كان واتطفت، ده مش حلو. ولكن لو كانت النيه داخليه ان انا ولعها لامر في مثلا لهب، في طقطقه، سمعتي صوت للنار كده يرعب وجت طفته، ده ربنا رايد بيك الخير. ان انت ما تعملش كده، ما تشعلش الفتنه، ما توقعش بين الناس. هي النار عامه انتباه وانذار. انذار عن مصايب، انذار عن افعالك. يعني شوف انت بتعمل ايه؟ ايه بتعمله اللي خلى الدنيا كده؟ ده الرياح دي حاجه من عند الله تعالى، انها تيجي تطفيها معنى كده ان انت ربنا رايد بيك الخير.